بونسوار لكل ولادنا طلبة وطالبات الثانوية العامة في كل مكان. كوادنوف، الأخبار؟ وحشتوني جدا، ما شفت بقالي كتير قوي، ما شفتكوش من السنة اللي فاتت. بون اني 2021، سنة جديدة سعيدة يا رب، 2021 عليكم وعلينا، وكل واحد يحقق اللي نفسه فيه، وربنا يزيح عنا هذا الوباء. ومش هوصيكم لو سمحتم تاخدوا إجراءاتكم الاحترازية كويس قوي، وما ليه نهملش، اوعوا تهملوا. الاسبوعين دول مهمين قوي قوي قوي، وعايزين ربنا يحافظ عليكم وتطلعوا من عنق الزجاجه دي السنه دي على خير ونفرح بيكم. طيب النهارده جايين نعمل ايه؟ النهارده جايين نكمل يونيتي دو. طبعا مسيو خالد خبير استاذنا الكبير عمل معاكم حوالي 90% من اليونيتي، فاضل جزء صغير جدا هنشتغله مع بعض بس على هيئه اكزرسيس. يعني طبعا احنا بناخد كل الكم ده من المعلومات ليه؟ علشان نستعد للإجزامة ونعمل تطبيق عملي. داكو، يلا نشوف هنشتغل ايه. Unité 2 suite. عندي على طول choisissez la bonne réponse، نختار الإجابة الصحيحة. يبقى هنبدأ بالجرامير. عندي جرامير بتاعي بيقول لي ايه؟ Il mange beaucoup de viande. Il mange beaucoup de viande يعني ايه؟ برافو هايلين، حلو اللي بيترجموا معايا فورا ده، انا مبسوطه منكم جدا. فايل مانج بوكو دو فياند، هو بياكل لحمه كثير. كلمه بوكو من الحاجات المفروض اللي هنتكلم فيها النهارده اللي هي اسمها كانتيتي. كانتيتي دي كميه، فانا عندي كانتيتي بريسيز وكانتيتي امبريسيز. كانتيتي بريسيز يعني ايه؟ يعني كميه معروفه مفهومه. لما اقول ان كيلو لتر، حتى لو قلت 250 جرام، يعني وحدة أوزان معروفة. إنما لما أقول كلمة كتير، كتير دي مفتوحة، طب عكس كتير إيه؟ بو اللي هي قليل. طيب أسي يعني شوية كويسين كده، بلوزيور العديد من، دي اسمها كانتيتي امبريسيز. داكور؟ فلما يقول لي إيل مانج بوكو دو فياند، هو بياكل لحمة كتير، هقول وي إيل مانج بوكو. مسيو خالد طبعا فهمكم وعرفكم ان للكومبليمون دوبجي ديريكت اللي هو المفعول بتاع الجمله، لو كان كانتيتي، لو كان مفعول، دايما بشيل واقوم حاطه برانون بيرسونال معروف جدا اللي هو الايه؟ هايلين، برافو عليكم، اللي هي الان. تري بيان. طب ريفيزيون سريعه كده، الان بتيجي تحل محل ايه؟ بتيجي تحل محل الكومبليمون دوبجي، ممكن يبقى ديركت وممكن يبقى انديركت، يعني هي ممكن تيجي تحل محل مفعول مباشر او غير مباشر. داكو؟ طيب بتيجي امتى؟ بتيجي لو كان المفعول اللي هو الكومبليمون مسبوق بنكره، يعني اون دي، او مثلا واحده من الدو والدو لا والدو الابوستروف، او دي اللي هي البارتيتيف. لو كان في نومبر يعني عدد، العدد ده بيبقى مكتوب يا اما مثلا ان دو، يا اما مكتوب شفر 13 مثلا ان و 3. طيب ممكن تاني ايه؟ ممكن لو كان في كانتيتي زي كلمه كتير بوكو، لو قلنا عكسها بو، او كمان بلوزيور. طيب بس كده ولا في حاجات تانية؟ تعالى ما نشوف الشغل. يبقى هنا إلا مانج بوكو دو فياند، هو بياكل لحمه كتير، يعني هقول اه بياكل منها كتير، يبقى هنا الصح هيبقى الان. طب ليه بوكو نزلت في الجملة في الإجابة؟ ده إثباتا إن هو بياكل من اللحمة الكثير. داكور؟ تعال نشوف الجملة التانية، عشان دي جملة بتلخبط ناس كتير قوي قوي قوي. إيل أم بوكو لا فياند، هو بيحب بوكو، بيحب قوي اللحمة. هنقول وي إيل أم بوكو، اه بيحب كتير. ها هتحط إيه؟ لا 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 لا، نركز، انت تسرعت وقلت لي اه زي المره اللي فاتت، انا هقول لك لا مش هينفع. ليه مش هينفع؟ مش هينفع هنا عشان في فيرب امي، وانت وانتي شاطرين وفاكرين ان فيرب امي وديتست وبريفري وادوري دي افعال الميول، بيجي لازم بعدها لو ولا ولي، اذا هيجي بعدها مفعول مباشر، يعني هحط يا اما لو لو كان المفعول مباشر مفرد مذكر، لا لو كان مباشر مفرد مؤنث، وألا باست خف لو كان مباشر ومفرد بس الفرب أوله متحرك، ولي للجمع. صح؟ يبقى لما يقولي إيلام بوكو لا فياند، هو بيحب اللحمة كتير،
بيحبها. هنا اللحمة لا فيوند، ده مؤنث، فهشيل وأقوم حاطة، مفروض أحط لا، صح؟ بس مش هينفع أحط لا، ليه؟ عشان الفيرب أم أوله فيال، وعندي قاعدة فكرني، صح؟ إن يا با دو دو فيال كي سو سويف، مفيش اتنين متحركين بيجوا ورا بعض، فهشيل الأ وأقوم حاطة الأبوستروف. هل ده صعب؟ طب أكتبها، تعالوا نكتبها سوا كده عشان نعرف ايه الفرق بين الجملتين. احنا النهارده بنشتغل شويه عربي علشان في ناس كتيره قوي بتقول لي يا مدام حضرتك بتكلمي فرنسي بسرعه ومش بلحق اركز، فعربي شويه وفرنسي شويه. حاضر، احنا بنحاول نعمل كده، بنحاول نسمع كلامكم ونعمل لكم اللي انتوا عايزين. اول جمله كان فيها فيرب مانجي، لما نقول il mange كانت بوكو دو فيوند. لو انت فاكر بقى الايل هنا ده السوجي والمانج ده الفيرب، وده هنا كده ايه الكومبليمون اللي هو السي او دي ولا اي، هنا في دو صح، والدو بريبوزيسيون هتبقى سي او اي داكور. يبقى هنا ادي الفاعل وادي الفعل وادي المفعول، المفروض ان انا ارد من غير ما اكرر سون ريبيت الكومبليمون. ف كواش فير بقى اعمل ايه؟ هشيل كل ده واقوم حاطه ايه؟ حط برونون بيرسونيل اللي اسمه ايه؟ اللي اسمه اون. هقول ايوه الاول، ايه اللي هتنزل زي ما هي، واقوم شايله دي اللي هي المفعول الكميه، واقوم حاطه اون، بحط الاون فين؟ قبل الفيرب. يبقى وي il en mange. هل هكتفي؟ لا، هنا في كلمة بوكو هنزل بيها، ليه؟ عشان أأكد على معنى الجملة، هو بياكل لحمة كتير أو لحوم كتير، أيوة هو بياكل منها الكثير. دكار؟ دي كانت أول جملة. تاني جملة il aime beaucoup la viande، هو بيحب اللحمة كتير، هو بيحبها. أم وهنا لا فيوند، وده كده سي او دي، ده مفعول مباشر، يبقى هو بيحب قوي اللحمة، أيوة وي إل، وأقوم حاطة إيه بقى؟ هشيل الفيوند، المفروض أحط لا، يعني ده مفعول مباشر مفرد مؤنث، هحط اللا، وبعد كده هلاقي ام اللي اوله فيال، فهشيل الأ واحط ابوستراف. طب بوكو ايه موقعها؟ قلنا بوكو هت ايه؟ هتنزل زي ما هي جنب ام، يبقى الا لام بوكو، يعني بيحبها جدا. في صعوبه؟ ان شاء الله ما يكونش في حاجه صعبه، ولو في اي حاجه نشرحها كده علشان انتوا تبقوا مركزين. يلا اللي بعده. Tu aimes beaucoup l'ananas dans la salade de fruits. أنت بتحب قوي الأنانا اللي هو الأناناس. Dans la salade de fruits، في سلطة الفاكهة. Oui, je aime beaucoup. أنا مش هرد بقى، أنتوا اللي هتحلوا. ها، ابدأ فكر كده. الكلام على مين؟ الكلام على الأنانا. أنت بتحب الأنانا في سلطة الفاكهة؟ هقول oui إيه بقى؟ Très bien. Oui, je l'aime beaucoup. دي زي اللي انا عاملاها حالا. تمام؟ طيب تعالى بقى نشوف اللي بعده. Tu mets beaucoup d'ananas dans la salade de fruits. ها، في لعب بالافعال. Tu mets ده verbe mettre، يعني انت تضع. فtu mets beaucoup، انت بتحط كتير، بتحط كتير اناناس في السلطه دي فري، سلطه الفاكهه. Oui, je mets beaucoup. بحط كتير. بتحط ايه بقى؟ بتحط اناناس كتير. ده اون عرب، ده كده عربيزم، بنعمل عربي. لا، انا عايزاها اون فرانسي. متر من الافعال اللي لازم يجي بعدها بارتيتيف، بحط شويه كذا، بحط كثير من كذا. ها، انا مفروض بغششكم عشان تقولوا لي الحل الصح اللي هو ايه بالظبط كده، اللي هو اون. ليه بقى؟ عشان الجمله كان اصلها كده. Tu mets de
لانانا في سالاد بتاع الفري، يبقى ادي كده السوجي وادي الفيرب وكده بقى الايه الكومبليمون. طالما في دو اصبح سي او اي كومبليمون دوبجي انديريكت، مفعول غير مباشر. بس كمان مفعول غير مباشر كميه اكل وشرب، فهشيله وام حاطه ايه تري بيان، هحط الان. هحط الان فين؟ لما اقول ايوه اللي هي وي. تشوف السؤال بقت جو في الاجابه، صح؟ طيب وبعد المفروض ان انا هحط الان بين السوجي والفيرب، وهشيل هنا الاو واقوم حاطه ابوستروف علشان برضو موضوع الدو فايال اللي جايين ورا بعض، يبقى جون مي. ولو في هنا كلمه بوكو تو مي مثلا بوكو، هقوم حاطه هنا البوكو. انت بتحطي اناناس كتير في سلطه بتاعت الفاكهه؟ ايوه بحط من الاناناس الكثير، بحط منه كتير، يبقى هنا حط اه جون مي بوكو. فهمنا؟ يلا اللي بعده. Est-ce que vous avez des pommes؟ Est-ce que دي من الحاجات اللي المفروض كنا هنتكلم برضو فيها النهاردة، اللي هي Est-ce que اللي هي هل، دي أول أداة استفهام، دي بسأل بيها عن جملة، يعني ممكن نقول إيه أول أداة استفهام عملناها أو اتعملت، بسأل بيها بطريقة بسيطة، تيجي بعدها الجملة سوجي فيرب كومبليمون، من غير بقى ما نقوم محولين مكان الفيرب ولا عاملين تبديل ولا ملخبطين الدنيا ولا انتوا تتلخبطوا. يعني مثلا انا عايزه اقول لك ايه، هل انت جعان او هل انت بتحب سلطه الفاكهه؟ هقولها لك ازاي؟ ممكن اقولها ازاي؟ اقولها بكلمه اسكو اللي هي هل، وبكلمك انت فهقول له اسكو تو بتحب، اسكو تو ام سلطة الفاكهة، يعني لا سالاد دو فري. ده سؤال بسيط خالص، اسكو بعدها جملة استفهامية عادية في ترتيبها سوجي فيرب كومبليمون. طيب ممكن اسأل من غير اسكو؟ اه ممكن، لو انا قلت له انت بتحب لا سالاد دو فري، انت بتحب سلطة الفاكهة، ده بقى سؤال، وبرده سؤال عادي جدا ومفهوم جدا، انت بتحب سلطة الفاكهة، ده اسمه كيستيون سامبل، مفيهاش مشاكل خالص وديريكت كمان. تمام؟ طيب اسكو ممكن تيجي اول الجملة، وممكن تيجي جنب اداة استفهام تانية. يعني ايه؟ يعني انا مثلا لو انا عايزة اقول لك تشرب ايه، بما ان احنا بنتكلم في الانيتي بتاعه البواسون وبتاعه الاليمون الاغذيه والمشروبات، هسالك اجيب لك ايه او ماذا تفضل؟ ها ممكن اقول لك ايه، عايز اقول لك ماذا بالشكل الصغير اللي هو كو، ماذا تاخذ، يبقى كو وهاخد فيرب براندر كو برانتو. ممكن اكمل كمشروب يبقى كوم بواسون او كو برونتو، هسيبها مفتوحه نظام ماذا تتناول، لو انت جعان هتقولي هاكل كذا، لو انت عطشان هتقولي انا عايز اشرب كذا. فكو برونتو ماذا تتناول، اجيب لك ايه. طيب لو انا مش عايزه الانفيرسيون دي، مش عايزه اقلب فيرب وسوجي، اعمل ايه؟ هدخل الاسكو هتبقى كاسكو. بعد الاسكو الجمله بتيجي في ترتيبها الطبيعي، يعني تو الاول ثم برون، عشان كده بقول كاسكو تو برون، ماذا انت تتناول. تمام؟ يبقى اما كو برون تو، واللي بيتلخبط يقول يحط اسكو عشان يعدل الفراز تبقى سوجي وفيرب عادي، يبقى كاسكو تو برون. صعب؟ لا سهل، وعارفه ان انتوا كلكم شاطرين. هنا بقى اسكو فوز افي دي بوم، هل حضرتك عندك تفاح؟ وي كومبيان اسكو، ها لسه قايلين ايه حالا؟ ممكن اسكو تيجي بعد اي اداه استفهام اخرى عشان تعدل الفراز. كومبيان يعني كم، يعني فو فولي ده طبعا حضرتك تري، يبقى كومبيان اسكو فو فولي، هو انا الكلام على الايه؟ على التفاح. طيب يبقى الجمله كان اصلها ايه؟ الجمله كانت اصلها
انت عايز كام تفاح؟ يبقى مفروض عايز كام من التفاح؟ اجيب لك واحدة، اجيب لك كيلو، اجيب لك ايه بالظبط؟ يبقى هنا هحط الوي ولا هحط ان ولا الا باسخاف ولا ليه؟ طبعا هحط الان. يبقى كومبيان اسكو فوز ان فولي؟ ليه الان؟ عشان الكلام كان على التفاح. يعني الجملة كان اصلها كده كومبيان دو بوم اسكو فو فولي. بعد كومبيان اللي هي كم للعدد، لازم احط دو عشان يبقى كم من، يبقى كومبيان دو. وبعد الكومبيان وبعد الدو لازم يجي لي كلمه بلوريال، يبقى كومبيان دو بوم اسكو فو فولي؟ كم تفاح حضرتك عايز؟ تقول اللي انت نفسك فيه بقى، عايز واحده، عايز كيلو، هتقولها ازاي؟ هو طبعا الكلام كله بصيغه الاحترام اللي هي حضرتك. انت هترد بانا، يبقى جو، وممكن تقول فو اون بوم، انا عايز تفاحه. تمام. طب نعملها ازاي بقى؟ باستخدام الان، سوجي فيرب كومبليمون. هشيل دي واعمل ايه بقى؟ هحط الان قبل الفيرب جون فو. جون فو كلمه اون دي انا هعتبرها عدد وهنزلها. جون فو اون، هات لي واحده. هات لي واحدة من ايه؟ هات لي واحدة من التفاح. يعني انت ممكن تكون مثلا بتسأل اخوك، ها قدامك كام تفاحة في التلاجة؟ يقول لك عايز ايه؟ قول له هات لي واحدة. يبقى جون فو اون، هات لي واحدة. لو كان السؤال مثلا الفندور هو اللي بيسألك كومبيان دو بوم اسكو فو فولي، برضو على فكرة ممكن بره تطلب ثمرة فاكهة واحدة، محدش هيجبرك بره ان انت تتناول الحاجة، تشتري اكتر من الاستهلاك الطبيعي بتاعك. سيبكم مننا احنا هنا كرمة بزيادة يعني، ومستهلكين بزيادة قوي. بره بنجيبوا الحاجة على قد الاستخدام بتاعهم بالظبط. احنا أربعة عايزين أربع تفاحات، هقول له أنا عايز أربعة. أنا النهاردة هتعشى لوحدي، يبقى أنا عايزة واحدة تفاحة بس، فمفيش مشاكل ولا إحراج ولا أي حاجة. فهنا اسكو فوز افي دي بام، هل حضرتك عندك تفاح؟ وي كومبيان اسكو فوز اون فولي، حضرتك عايزة كام واحدة منه؟ او حضرتك اجيب لك كام واحده؟ عايزه مثلا واحده، عايزه اتنين، عايزه كيلو، براحتك يعني. يلا الجمله دي مهمه قوي. فو بوفي دو لو، حضرتك بتشرب ميه؟ طبعا الميه يعني مهمه جدا جدا جدا. هنقول وي جو نقط دو لتر شاك جور، انا بشرب 2 لتر كل يوم. يا ترى فو بوفي دو لو، ها هتشيل وتحط ايه؟ لا ولا اه ولا ليه ولا لوي؟ طبعا هنحط الان. ليه حطينا الان؟ عشان ده مفعول، ها سي او اي برضو مفعول غير مباشر. كمية، انت يعني تحب تشرب مية؟ اه انا هشرب، انا بشرب منها 2 لتر، بشرب 2 لتر مية كل يوم، بشرب منها 2 لتر كل يوم. تمام، خلاص بقت واضحة المعلومة. يلا اللي بعده. جون اشات دو لاسبرين، جون نزل يشتري شويه اسبرين. وي ايل اشات، اه هو نزل يشتري. يشتري ايه بقى؟ يشتري شويه اسبرين، يشتري منه، يشتري بعض الاسبرين. ها تعتبر برضو كونتيتي، وعندي كمان البارتيتيف، يبقى هشيله وام حاطه ايه؟ الان. داكور، اي حاجه اكل وشرب يبقى هنحط الان. طب يا مدام هو الاسبرين اكل وشرب؟ لا هي ميديكامون. تمام معاك، بس احنا بنتناولها ليه؟ عن طريق الفم بشويه ميه. ماشي. وكمان عندي حاجات مهمه زي افعال لازم يجي بعدها مفعول كميه. يعني ايه الكلام ده؟ تعالى كده شوف معايا. لو انا قلت اشتي ولو قلت فولوار ولو قلت براندر ولو قلت بوار ولو قلت مانجي، اشتي يشتري،
وفولوار يعني يريد، وبروندر يعني يأخذ أو يتناول، وبوار يعني يشرب، ومانجي يأكل. كل دول لازم يجي بعدهم الان كبرانون بيرسونال، لازم، ملهاش حل. اشتري شوية كذا، عايزة شوية كذا، انا هاخد واحدة كذا، تشرب شوية اي حاجة، tu bois du jus, tu bois du soda, whatever. مانجي يأكل، تمام، يعني اكل شوية حاجات، اشرب شوية حاجات، كلها لازم يجي بعدها مفعول كمية هشيله وام حاطة الان. كده بقت سهلة؟ يا رب تبقى كله سهل. لما نقول بقى اسكو مامان مي بوكو دو بور دون سو جاتو، اسكو يعني هل مامان، طبعا ماما، مي بوكو دو بور دون سو جاتو، هل ماما حطت بور اللي هي، تمام، برافو، سمنة أو زبدة، ودي اسمها ماتيير غراس، برافو، تمام. يبقى انتوا كده ذاكرتوا، شاطرين. نو ال مي ان بو، لا هي مي ان بو، ايه الان بو؟ لسه قايلين من شويه قلنا بوكو يعني كتير، والعكس بتاعه بو، وممكن اقول ان بو، ماشي، يعني شويه، يعني هنا كثير ولازم بوكو يجي بعدها دو، وبرده بو لازم يجي بعدها دو، يبقى عشان يبقى كثير من، وده عكسه قليل من، داكور. فهل مامي حطت زبدة كتير في الجاتو ده؟ نو ال مي ان بو، لا حطت شوية. طيب حطت ايه؟ زبدة، اكل وشرب، يبقى طبيعي هتحط ايه؟ هتشيل وتحط الان. ال امي حطت فيها شوية زبدة بس مش كتير، تمام. في صعوبة؟ ان شاء الله ما يبقاش فيه صعوبة. الجملة اللي بعديها اسكو تو ام لي فروي افيك لي كريب، ها اسكو طبعا معروفة خلاص، هايل، هل انت بتحب الفروي افيك لي كريب؟ في ناس بتحب الكريب افيك دي بانان، تحب الكريب عليها موز او فريز، فراولة، داكور. فهو بيسألك هل انت بتحب الفروي افيك لي كريب؟ هتقول وي جو ام بوكو، بحبهم قوي. هنا الكومبليمون جمع عشان بيتكلم على الفاكهة. طيب هتشيل وتحط ايه بقى يا سكر؟ شطور، برافو عليك، وهتشيل وتحط اللي، تريبيان. يبقى انتوا فهمتوا احنا قلنا ايه من شوية، قلنا امي وديتستي وادوري وبريفيري بيجي بعدهم اللي واللا واللي. اما اي فعل من اللي احنا اتكلمنا فيهم شويه اللي يتبعهم كميات زي بوار ومانجي ومتر وبروندر لازم ياخدوا ان، داكور. طيب اللي بعده مين الشاطر اللي هيقولي دي؟ اسكو تو ام متر دي فروي افيك لي كريب، هل انت بتحب متر تضع دي فروي افيك لي كريب؟ انت بتحب تحط شويه فاكهه مع الكريب؟ نو جو نو مي با، مش كله ايوه ايوه ايوه، يعني لازم يبقى فيه نفي، يبقى نو جو نو مي با، لا مش بحط. مش بتحط ايه بقى؟ تمام، مش بتحط فاكهه. قلنا متر من الافعال اللي يجي بعدها برضو بارتيتيف، يبقى هنا هتبقى ايه؟ جو نو مي با، لا مش بحط في الكريب اي فاكهه، حبه كده لوحده بلا. فهمنا الفرق؟ يبقى لو عندي متر وبوار وبروندر ومانجي هحط ان وانا مغمض، اما لو قال لي امي يبقى هحط لولا لي. هنا اللعب كانت ان ام ومتر، يبقى انا همشي ازاي؟ همشي على الاجابه، في الاجابه في فيرب متر، فمتر يتبعها كونتيتي، فهشيل وام حاطه الان، داكور، نركز. طب vous voulez un kilo de fraise؟ vous voulez un kilo de fraise، حضرتك عايز كيلو فراولة؟ non je veux 250 grammes، لا 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 انا مش محتاج كيلو،
انا هاخد فقط 250 جرام، يعني ربع كيلو. طبعا الكلام ده بره، انت لو وقفت هنا قلت لحد انا عايز ربع كيلو حاجة، انت هتبقى محرج، وطبعا البياع يعني مش عارفة برد فعله عامل ازاي صراحة. طب يلا، ها حضرتك، اجيب لحضرتك كيلو فراولة؟ لا، هات لي ربع. هات لي ربع ايه؟ فراولة. يبقى الاكل والشرب بتاخد نو جون فو 250 جرام. لا، هات لي فقط، انا عايز منها ربع كيلو، عايز منها 250 جرام فقط لا غير. دكار. طيب فو فولي دو بان؟ طبعا البان، والمصريين بالذات كلنا يعني من عشاق البان اللي هو الخبز. طيب اجيب لك عيش؟ فو فولي دو بان؟ نو جو نو مانش با، لا مش باكل عيش. في ناس اللي بتتبع دايت وريجيم وكده ما بتاكلش عيش. طيب فو فولي دو بان، مفهومه بقى؟ فيرب فولوار وبعديها بارتيتيف وبعديها سي او اي، يبقى هشيله ام حاطه ايه وانا مغمض؟ هشيله ام حاطه نو جو نو مانش با، لا مش باكل منه، مش باكل من العيش، مش باكل خالص عيش. داكور. طيب نغير بقى شوية، نعمل حاجة تانية. il offre ses roses à sa mère. il offre يعني هو بيقدم ses roses يعني الورد البلدي الجميل ده à sa mère إلى ماما. oui il offre ses roses، أيوة هو بيقدم الروز اللي هي الورد، بيقدمه لمين؟ افتكر كده الجملة لما كانت il offre des roses à sa mère. ده كان ايه؟ ده سوجي وده فيرب، وعندي ده كده سي او اي، ده مفعول. انا عندي اتنين مفعولين، واحد سي او دي اللي هي الروز، والتاني سي او اي مفعول غير مباشر انسان، مفعول غير مباشر عائل ومفرد. هشيله قام حاطه ايه؟ هشيل برافو وقام حاطه لوي. تمام، يبقى اللوي هتبقى فين بقى؟ الاول او هقول ايوه الا، واللوي دي هتبقى قبل الفرد. اللوي اوفر هو بيقدم لها، وكلمه ديروز هتنزل هنا، بيقدم لها الورد البلدي الحلو ده. يا ريتكم تكونوا كل الناس جابت لمامي في الفالنتاين اللي عدى شوية روز كده وشوية ورد وشوية شوكولا، ونقول لها ميرسي على كل المجهودات الجبارة اللي بتعملها علشان خاطرنا. يا ريت تكونوا افتكرتوا مامي ببوكيه ورد شيك كده. يلا، يبقى هشيل اسامير وام حاطه مين؟ ام حاطه لوي. يبقى ايوه هو قدم الورد الجميل ده لمامته، ميرسي والله. يلا نقول بعد كده لو عملناها نفس الفراز بطريقة تانية. il offre ses roses à sa mère، هو قدم الروز اللي هي الورد ده لمامته. oui il offre à sa mère، ايوه هو قدم لمامته، قدم لها ايه؟ les fleurs او الروز اللي هي سي او دي، مفعول مباشر جمع، يبقى هشيل وقام حاطه ايه؟ تمام، برافو، هشيل وقام حاطه ليه. il les offre à sa mère، اقدمهم الى مامته. داكور. طب tu as combien d'amis sur Facebook؟ سؤال، tu as combien d'amis، عندك كام صديق على الفيسبوك؟ je ai 1500. ونراعي بقى جدا ان برضو ناخد بالنا من الارقام الكبيره قوي، اللي هي ناخد بقى الصان اللي هي الالف والدوسان، 2000 لحد ما توصل للميل ثم للمليون. مطلوب من حضرتك وحضرتك ان انتوا تراجعوا جدا وتهتموا قوي بالارقام، والارقام عندكم كل حاجة هتلاقيها عندكم في كتاب المدرسة. تمام، كتاب المدرسة مهم جدا جدا جدا، واحنا بنشتغل بقول لكم يا جماعة الكتاب لازم يبقى معاكم، لان انا اصلا هقول لكم ان احنا هنبقى في دفار هطلبه منكم وهتعملوه وتبعتهولي على صفحتنا على الفيسبوك، واصدقاء يعني
أصدقاء برنامج سر التفوق ومدرسة على الهوا للغة الفرنسية لـ3 سنين، أولى وتانية وتالتة سنة. داكار؟ لو سمحتوا عندي ديفوار باس 30 وباس 31 في كتاب المدرسة، اللي يتحل يتبعت لي على الصفحة وهنصلحه وهنرجعه لكم. داكار؟ الكتاب فيه حاجات مهمة جدا 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 جدا، وخلي بالك ان الامتحانات بتاعتك التجريبية وخلافه هتطلع من الكتاب ده. فالكتاب ده احنا عايزين بس نخلص البروجرام ونخلص شرح ونمسك ده نفصصه حتة حتة ونشوف بقى هنا سأل ازاي وهنا قال ايه والكلام ده. فأنا عندي الأرقام هتلاقيها باج 28، كل الأرقام الكبيرة من أول الصان، تمام؟ وإيه الحاجات اللي بتطرأ؟ يعني مثلا لما أقول صان بس هتبقى في الآخر، مش بحط أس، إنما لما أقول دو صان هحط أس في الآخر، إنما لو قلت دو صان وكالك يعني 200 وشوية، 204، 205، مش بحط أس. الحاجات دي صغننة قوي بس مهمة قوي، وهتلاقوا شرح محترم قوي قوي قوي، وهتلاقوا كل حاجة انتوا عايزينها تكمل معانا مثلا الشغل ده. يعني احنا بنديك اكزرسيس وترجع للكتاب تطبق ان شاء الله، كده هتبقى الدايرة كاملة. ولو في اي سؤال او استفسار برضو احنا في انتظار اي سؤال ونرد لكم عليه، تمام؟ فتشو كومبيان دامي سور فيسبوك؟ انا عندي 1000 مثلا و500، 1500 فريند على او امي على الفيسبوك. دي هنعتبرها ايه؟ دي برضو هتبقى كانتيتي. هو انت مش عندك ارقام؟ مش احنا قلنا ارقام وكميات ووحدة موازين ونكرة وتجزئة، كل دول يندرجوا تحت الكانتيتي. واي كانتيتي بشيله ام حتى الان، حتى يا مدام لو احنا بنتكلم على عدد الاصحاب، ايوه حتى لو بنتكلم على عدد الاصحاب، جوني 1500، عندي 1500 امي شير فيسبوك. داكار؟ تعال بقى نشتغل سيتواسيون. سيتواسيون انا بشوفها مهمة جدا جدا جدا، على اساس بتديك فوكابولار وبتخليك كريتش كده يعني غيش وعندك معلومات كتيرة. ونخلي بالنا ان الاختيارات ممكن تبقى كاتر وممكن تبقى سانك في وقت ما. طب vous demandez à votre ami où il achète des baguettes. فاكر احنا كنا بنقول المفتاح بتاع حل المواقف ايه؟ قلنا tu demandes، او هنا الاحترام vous demandez اخر الجمله vous dites، يبقى انت بتعمل سؤال. طب vous demandez مثلا quelque chose à quelqu'un، اخر الجمله il répond او il dit، يبقى انت سالت خلاص وهو بيرد عليك، يبقى هنا عايز ريبونس، عايز اجابه. ده المفتاح، عينك على اول الجمله وعلى اخر الجمله عشان تحدد مين اللي بيسال ومين اللي بيجاوب. داكار؟ ده اول مفتاح. قبليه لازم حضرتك تشوف التيتر، التيتر اللي هو العنوان. ممكن دلوقتي مثلا يبقى في عنوان جديد زي اختار دو ريبونس كوريكت، اختار شوازي او شوازيسي دو ريبونس كوريكت، اختار 2 اجابات محتمل، يعني 2 اجابات صحيحه. فخليك صاحي كده وبص على التتر صح وترجم وحلل وشوف مطلوب منك ايه، وبعد كده اقرا الجمله تمام وشوف مين اللي بيسال واخر الجمله دي يا ترى ده سؤال ولا دي اجابه، وبعد كده اقرا الاختيارات وحللها. هتلاقي نفسك وانت مع اخر جمله تلاقي نفسك بتحل، يعني اقرا ترجم حل. ليزي تخدويزي اناليزي، هتقوموا عاملين اجابه tout à fait juste. داكار؟ يلا vous demandez à votre ami، سالت خلاص صديق او الى شات، هو الاو دي يعني اين، هو بيشتري منين الباجيت؟ طبعا الباجيت اللي هو العيش الفرنساوي اللي هو الكبير الجميل ده. il répond، il répond يعني هو بيجاوب، يبقى اذا هيقول لي مكان، يا ترى انت بتجيب العيش منين؟ صح كده، من البولانجوري، برافو عليك. ما ينفعش تبقى البوشري، لان البوشري يعني محل الجزاره، تري بيان. والبواسونري مفهومه اهي، جاي من كلمه بواسون يعني سمك، يبقى اذا ده محل الاسماك. والابيسوري اللي ما يعرفش ده محل البقاله، يعني اللي هو الحديث بتاعه دلوقتي بقى سوبر مارشي. داكور؟
او سوبر ماركت، ماشي؟ عشان سوبر ماركت اللي هو المكان اللي بندخل نشتري منه سكر ولي وفرماج وكده، جبن والبان وشويه حاجات بسيطه. اما سوبر مارشي لو سوبر ماركت الكبير قوي، ده محل البقال اللي هو الابيسوري. طيب تعال نشوف الجملة التانية، بيقول لي ايه الجملة التانية؟ Vous demandez à votre ami français. حضرتك بتسأل صديق فرنسي. Qu'est-ce que؟ يعني ايه qu'est-ce que؟ يعني ماذا؟ تمام. Les français mangent au petit déjeuner. هو الفرنساويين بياكلوا ايه؟ الصبح في الفطار. فهيبدأ يجاوب il dit. يبقى طالما il dit يبقى هو بيرد، يبقى عايز إجابة. هل لو عايز إجابة ينفع أول واحدة اللي هي que prenez-vous le matin، وأنتوا بتتناولوا إيه الصبح؟ لا ما ينفعش. ليه؟ عشان اتفقنا il dit يعني هو بيجاوب، يبقى أنا عايزة question ولا réponse؟ لا عايزة réponse. طيب il mange du poisson salé، بياكلوا poisson salé سمك مملح. طبعا ده تخصصنا احنا في شم النسيم، هما مالهمش فيه، فدي غلط. طب دي كراسون ودي بور افيك دو كافي، كراسون عليه زبده مع الشاي او القهوه، ها دي صح؟ اكيد صح. هل ينفع اقول ان مانج با لو ماتان، هو مش بياكل الصبح؟ لا مش هينفع. يبقى نمرو 3 هي السليمه. الفرنساويين بياكلوا ايه الصبح؟ بياكلوا كراسون، بياكلوا بور، بياكلوا كافي. داكور، يلا نشوف بقى التانية. او ريستورون يعني في المطعم. vous avez soif يعني ايه avoir soif؟ avoir soif يعني يشعر بعطش. معايا بقى لازم يكون في ايه؟ في فيرب زي boire. انا مثلا je veux boire كذا او je bois كذا، لما اشعر بالعطش يبقى لازم اشرب. يبقى في المطعم vous avez soif حضرتك عطشان. vous demandez au serveur، سيرفر اللي هي بتحل محل الجرسون، تمام؟ سيرفر اللي هو بيخدم حضرتك في المطعم. انت طلبت من السيرفر une boisson، فvous dites، انت هتقول لما تيجي تطلب حاجه تشربها هتقول له ايه بقى؟ je voudrais du gâteau s'il vous plaît، انا هاتلي حته جاتو، ولا je voudrais de l'eau s'il vous plaît، هاتلي شويه ميه، ولا je voudrais du rôti et des frites، حته بقى لحمه محمره وشويه بطاطس، ولا je ne voudrais pas de jus، انا ما تجيبليش عصير. اللوجيك ايه؟ الفراز اللوجيك اللي هي انا عايز ميه سيل فو بلي لو سمحت، صح؟ هنعرف اللوجيك منين غير لو قرينا وترجمنا وحللنا، صح؟ تعالى كده نشوف الجمله اللي بعديها. قال الفندور اللي هو البائع فو دوموند، بيسألك عن ايه بقى؟ لو نومبر دو كو فو فولي، ففو ديت يعني البائع، حضرتك دخلت تشتري شويه بيض، فالفندور بيسألك، فندور فو دوموند لو نومبر دو، العدد بتاع الاو اللي احنا اللي حضرتك محتاجها، عدد البيض اللي حضرتك عايزه. هتقول له ايه بقى؟ هتقولوا جون فو 5، انا عايز منها خمسه، ولا كومبيان دو ديزيري فو مسيو، وحضرتك عايز كام بيضه، ولا فوالا ديزو مدام تفضلي 10 بيضات يا مدام، ولا فوالا ان كيلو مسيو تفضل كيلو يا استاذ. ما ينفعش طبعا بالكيلو، فهو الراجل بيسالك عن العدد هتقول له انا عايز خمسه وبس. لهنا نكون خلصنا شغلنا، وان شاء الله اصور لكم الباقي وانزله على الصفحه وتحلوه وتبعتوه لي مع الديفوار بتاع الليفر سكولار، الكتاب المدرسي اللي هو باج 30 و 31. ميرسي بور فوتر اتونسيون، وعلى فوا بروشين. بونسوار.